الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبي هريرة رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة المعدن. مسألة اتفقوا على أنه لا يعتبر الحول في زكاة المعدن إلا في أحد قولي الشافعي أنه يعتبر فيه الحول. باب زكاة، احنا انتهينا الحمد لله من زكاة عروض التجارة، ثم قال باب جاء أو باب ما جاء في زكاة المعدن أو المعدن والركاز، والمعدن مشتق من عدن هو على الاستقرار كجنات عدن إقامة المستقر الخلود، والمعادن هي منابت الجواهر. طبعا أنفس المعادن كما قال الذهبي، أنفس المعادن على أو أصل المعادن على الإطلاق هو الذهب، ولذلك فرع على ذلك تأصيل. وش هو؟ لا لا ليس على هذا، فرع على ذلك تأصيل مهم جدا. ممتاز، أحسنت. أصل خارج الزكاة على إيش؟ الذهب مش على الفضة. وإلا أنتوا تقتلون الناس، أقول لك لا بد يعني الورع. الفضة كام؟ 10,000 عيب عليه زكاة، وأقل من ذلك. صح، أقل من ذلك. والرجل أنت لو مالك 50,000 أنت فقير في هذا حقا. فأصل معادن الذهب، فالزكاة مرتكزة على أصل معادن وهو الذهب. وأصل المعدن المكان بقدر الاستمرار فيه، ثم اشتغل بعد ذلك نفس الأجزاء المستقرة التي ركبها الله تعالى في الأرض يوم خلق الأرض. هنأخذ المسألة الأولى فقط، اتفقوا على أنه لا يعتبر الحول في زكاة المعدن. لا يعتبر الحول لما لأنه مال مستفاد من الأرض، فلا يعتبر في وجوب حق حول كالزروع والثمار، ولأن الحول إنما يعتبر في غير هذا لتكميل، لأن ما وهذا تكمل نماء ودفع واحدة فلا يعتبر له حول كالزرع. هذه مسألة لابد أن نفهمها، لما قالوا بأنه لا يعتبر الحول في هذا الباب. والشافعي قال بأنه يعتبر، يعني له قول بأنه يعتبر، سنلع ذلك بأنه زكاة في مال تكرر فيه الزكاة فيعتبر في الحول. هذه مسألة لو تركتها كذا وسألت سائل أفهمت شيئا؟ عرفت شيئا؟ طب هات. يبقى إذن من فهم هذا الباب يأتينا به. هو عامة نقول الشافعي هنا يقول الجمهور قالوا أنه لا يعتبر الحول في زكاة المعدن. لما؟ لا يا شيخ محمد، هم قالوا هنا في هذا الباب أنه أنت أخطأت في القياس هنا الآن. لا ليس كذلك، الزرع يأخذ مؤنة. لما جعل فيه العشر نصف العشر؟ لا، الأمر مش في هذا. الحق له لمحة أخرى، ولو أنا أعطيتك إياها تأتيها. قالوا بأنه مال مستفاد من الأرض فلا يعتبر وجوبه في وجوب حقي حول فالزرع. لأن الزرع مش حول، لكن ليس كما تقول بأنه إيش؟ لا مؤنة. أنت فاهم كيف؟ وأيضا حتى استخراج المعادن تكون مؤنة، فيها مؤنة. أنت المناجم هذه كيف بتخرجها منها؟ ده أم فلوس بتنفق في هذا الباب. المسألة مش جاية على هذا، المسألة فيها أن هذا المال ليس له إيش، يعني أن هذا المال قد يأتي لحظة، مفهوم؟ يعني لا يكابده صاحبه للنماء. لا يكابده صاحبه للنماء، فلذلك قالوا إذن نعم مسابق الزمن، ماذا أفعل؟ إذا قالوا لا حول فيه. طب ليش لا حول مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، تعبى هنا المسألة المهمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى حول عنه الحول. أنا أسألكم بالله، المعادن أموال ولا لا؟ أموال. يبقى لابد أن تخضع ليش؟ تخضع للحديث لا زكاة في مال حتى حول الحول. لا، حديث حسن، ده متفق عليه حلال، مش متفق عليه اسنادا، يعني متفق على الحكم به. لا، مش ما فيش خطا ان تقول فرق بين المال. او قال لا زكاة على من حتى يحول الحول. نعم، المعادن اصل ثابت،
مال ولا مش مال؟ بس مال ولا غير مال؟ نزل تحت عزه ما نزل. المسألة الكلام من وجهنا. طيب الحديث على الأغلب ماشي، واستثني منه الزرع وألحق به المعد. لما؟ لعدم المكابدة، عدم المكابدة. فهمتم؟ يعني هو لا يجي السنين، هو أصالة لو كان أرصد الأمر في منجم معين، لو نزل ما يتكلف تكلفة الحفر ثم بعد ذلك يستخرج. مفهوم؟ أما الشافعي فقال يعتبر الحول، واستدل على ذلك في إيش؟ أول شيء بأنه مال، ولو هو مال يبقى ينزل تحت عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول، حتى يحول عنه عليه الحول. وأيضا يعني قال هو مال تتكرر فيه إيه؟ الزكاة. نظر نظر إيش؟ عارف ده 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 غزل تاني في الزكاة بالذات. نعم. لا ليس كذلك، لا ليس كذلك، ما مش كده. هو قال يتكرر فيه. يا حبيبي انت بتتنفس وتقول لي هنا، انت بتشاور، انت مخرج او انا؟ من اللي قال؟ ما سمعت. هو المسألة مش في هذا. انا بقول لما تتكرر المال، بيقول هذا مال يتكرر فيه الزكاة. ها؟ هو أشبه بالمال خلاص، هو نزله مال، هو قال ده مال، ما شبهوش، قال هذا مال، لكن هو قال تتكرر فيه الزكاة. معنى هو يقول تتكرر فيه الزكاة معناه أنه لا يمكن أن يحتمل المواساة إلا بعد مرور المدة عليه. لأنك لو قلت كل ما تأخذ تدفع، كل ما يكون معك أنت بتزكي ومالوش حول، إذن ستأتي عليه بالإيش؟ هتسدات عليه بالفناء، ودي مخالفة تامة لقواعد الايه؟ الزكاة. لا، لقواعد الزكاة. الزكاة ما كانت ليه؟ لمسألة انهاء المال او فناء المال، بل لنمائه في هذا الباب. فقال اذا هو فيه الزكاة. يبقى الجمهور قالوا انه ليس فيه زكاة لعدم المكابدة. والشافعي في عهد قوله قال فيه زكاة، وهو أقرب إلى الحق، أقرب إلى الحق، لأنه مال فلا يخرج ها في الحول. أنا إيش قلت؟ نعم، هو فيه زكاة باتفاق، لكن هل يشترط الحول أم لا؟ ده الخلاف. هو الأقرب إلى الحول. أبقى نفس الأمر. هو تكلم، أنت تكلمت على الركاز؟ على الخمس. أنت تكلمت على الركاز؟ فارق بين المعدن والركاز. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.